السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، والله دلوقتي في دولة قطر بيكون قاتل عالم، فأنا بشوف ناس أجانب بيخش المساجد عشان يعني يعرفوهم ويحكوا لهم عن الإسلام ويدلهم كتب وكده، فهل ده يجوز إن غير المسلمين يدخلوا المسجد حتى لو بنيت إن هم مثلا الشيوخ اللي هناك بيعرفوهم الإسلام وكده ويدعوهم الإسلام ووروا لهم سباحة الإسلام زي ما منشور عن الغرب الإسلام إرهاب وكده، يعني عايزين يبينوا لهم سماحة الإسلام وإزاي الإسلام بيتعامل مع غير المسلمين؟ لا بأس بذلك للعلة المذكورة. ومسألة دخول المشرك المسجد بغض النظر عن هذه العلة، هذه العلة مسوغة، لكن بغض النظر عن هذه العلة فيها قولان للعلماء، وكلا القولين استأنس بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال بعضهم إن الآية مختصة بالمسجد الحرام، وقال آخرون إن قوله نجس تمنعهم، لكن الصحيح أن النجاسة نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، فأتت برجل يقال له ثمامة بن أثال مشركا، فربط في سرية من سوار المسجد 3 أيام، ربط في سرية من سوار المسجد لمدة 3 أيام. نعم. وكان مشركا، فللحاجة يجوز، وبالله التوفيق. شكرا يا شيخنا. الله يكرمك.